السلام عليكم. فيزا اوكي هولندا. الحمد لله اليوم تلقينا من متابعه فيديو قوي 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 بزاف اللي غنوريه لكم بعد هذا الفيديو. فيزا هولندا اوكي بالثمانية هي والام ديالها الحمد لله خدينا لها موعد في طنجة يعني وربي يسر لها الامور. خدات الفيزا ديالها معنا الحمد لله كل الشكر لها. قررت انها تصور الفيديو فوق الطائره ومقلب العاصمه مدريد. وتحياتي تحياتي لجميع الناس يعني اللي كاينين الجاليه اللي كاينه في اسبانيا وايضا الجاليه اللي كاينه في هولندا. مشات الإسبانية ومن بعد مشات لهولندا لان هولندا عندها شروط صارمه او غيرها للدخول اليها. اقترحنا عليها انها تدوز على اسبانيا وفعلا دازت على اسبانيا ومشات لهولندا وفوق من فوق السحاب من فوق السحاب سبطت لنا فيديو وقالت لنا تحيه اجو استافدوا تحيه اجو استافدوا. وحمادي ما يسالش تبارك الله عليكم. واللي ما عرفش كيفاش يقدم الطلب ديال عندنا باش يستافد يعني من الخدمات ديالنا تفرجوا الفيديو الى الاخير. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. السلام عليكم اجي استافدوا كيدير اخويا لبس عليك الاخر. انا كنت شديت شي الموعد في طنجة والحمد لله خديت الفيزا ديالي دابا انا في اسبانيا درت غندير لاسكال ان شاء الله باش غنمشي لهولندا. شكرا بزاف بزاف وانا كنسلم عليكم كاملين من مدريد اسبانيا وتقف اجي استافدوا راه كلمه واحده. شكرا بزاف بزاف. سهله مهله غتدخلوا للبلاي ستور غادي ديروا اجيو استافدوا على هذا الشكل غتاستاليو لابليكاسيون التطبيق اللي كاين في البلاي ستور على هذا الشكل ولا كتجيو لجوجل كديروا اجيو استافدوا كيطلع لكم اول موقع في المغرب للفيزا كتدخلوا له على هذا الشكل. بون كديروا البطاله الحمراء طلب تاشيره الناس ديال السياحه والزياره العائليه كديروا السياحه والزياره العائليه كتخليوا الطلب ديالكم. الناس اللي دار الطلب وما اتصلناش بها عاودوا خليوا لنا طلب راه كاين ضغط كبير رانا كنبداو بالناس يعني جداد. كديروا موعد او كديروا موعد وملف كديروا السياحه او الزياره العائليه كديروا اول مره او ثاني مره كتختاروا البلد اللي بغيتوا تمشيو له فوالا كديروا الاسم الاسم العائلي والمدينه ورقم الهاتف ضروري الاي ماي بيس جوج ماشي ضروريين. ارسلوا الطلب واحد المساعدين ديالنا يتصل بكم وتحياتي.